الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، يا أبناء الجالية الكريمة المباركة المعطاءة، مر معنا شهر، بل 50 51 يوم عشنا مع أهلنا وإخواننا وأخواتنا في غزة، عشنا معاناتهم، عشنا آلامهم، عشنا أحزانهم. كنت أرى في عيونكم في هذه الجالية المباركة الألم والحزن لما ألم بأهلنا هناك من قتل وتشريد ودمار وحرمان، وأيضا تقصير من القريب ومن البعيد في شأن تلك المصيبة التي فرضت على أهلنا من غير اختيار، لم يعتدوا على أحد ولم يقترفوا أي جريمة، هكذا دمرت بيوتهم، شردوا من دورهم، قتل أطفالهم ونساؤهم، قتل شيبهم وشبابهم. والآن جاءتنا هذه المؤسسة الرائدة إسلامك ريليف لتنشد العون لأهلنا، العون لجراحاتهم، العون للأيتام، للأرامل، للبيوت المهدمة، للمساجد المدمرة، للمدارس التي قوضت بسبب ظلم هذا الاحتلال وبسبب جريمة هذا الاحتلال. وناشدكم الله عز وجل في أن نراكم في اللقاء يوم السبت إن شاء الله تعالى في روزمنت أوهير، لقاءنا حتى نقوم بالواجب تجاه أهلنا مع المؤسسات العالمية لنمد يد العون دعما لهم، تثبيتا لهم، صمودا بإذن الله تعالى حتى يفرج الله الكرب ويرفع الحصار. شكر الله لكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.